السلام عليكم. تتأثر منطقة شبه الجزيرة العربية منذ يومين تقريبا بحالة من عدم الاستقرار نتيجة امتداد لمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة نسبية، ورغم امتداده البسيط إلا أن درجات الحرارة السطحية العالية تجعله فعال وتنشط على أثره سحب ركامية رعدية. سطحيا يتواجد مرتفع جوي على بحر العرب يعمل على اندفاع كتلة هوائية سطحية دافئة محملة بالرطوبة نحو وسط شبه الجزيرة العربية، بالتزامن مع وجود منخفض سطحي حراري يعمل هو الآخر على جذب الرطوبة ويساهم في نشاط السحب الرعدية كذلك. باللون البرتقالي المساحة التقريبية المحتملة أن تتأثر بسحب رعدية متفاوتة الشدة بالفترة من 29 أبريل وحتى 4 من مايو، خصوصا خلال يوم 3 و2 مايو بمشيئة الله تعالى. تتميز هذه الخلايا الرعدية بنشاط الرياح الهابطة والتي قد تكون شديدة جدا في بعض الأوقات. التنبيهات الاحترازية من نشاط السحب الرعدية وما يصاحبها من هطول غزير الأمطار والتي قد تترافق بنشاط الصواعق وهطول حبات البرد أحيانا، ومن المرجح أن تصاحب هذه العواصف الرعدية نشاط للرياح الهابطة والتي قد تسبب انعدام أو ضعف ملحوظ في الرؤية الأفقية نتيجة تطاير الغبار والأتربة، ولا يستبعد أن تكون شديدة مسببة لسقوط الأشجار وتطاير الأجسام غير ثابتة. نسأل الله أن يجعلها أمطار خير وبركة في هذا الشهر الفضيل، وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.